الملا أخذ بيلاطس يسوع وأمر باش يجلدوه. ظفروا العسكر تاج بالشوك وحطوه على راسه ولبسوا له لباس أحمر حامق، وكانوا يجيو ليه ويقولوا السلام يا سلطان اليهود، ويعطيو له فسقالي. زاد خرج بيلاطس برا وقال لهم هاني نخرجه لكم برا باش تعرفوا باللي ما لقيت فيه حتى غلطة. خرج يسوع برا وهو رافد تاج الشوك واللباس الأحمر، وقال لهم بيلاطس هاو الراجل. كي شافوه رياس رجال الدين والعساسين بدأوا يعيطوا ويقولوا الصلبوا الصلبوا. قال لهم بيلاطس اديوه انتوما وصلبوه، خاطر أنا ما لقيت فيه حتى غلطة. وجبوه اليهود احنا عندنا شريعة، وعلى حساب الشريعة لازم يموت، خاطر دار روحه ابن الله. كي سمع بيلاطس هاد الكلام زاد خاف كتر، ودخل القصر وقال يسوع منين انت؟ بصح يسوع ما عطاله حتى وجاب. قال له بيلاطس انا ما تهدرش معايا، ما راكش عارف باللي عندي القدرة باش نطلقك وعندي القدرة باش نصلبك؟ واجبوا يسوع ما كانت تكون عندك حتى قدرة عليا وكان ما نعطاتلكش من فوق، على هذا اللي سلمني ليك عليه ذنوب كتر. من ذاك الوقت حوس بيلاطس باش يطلقوا، واليهود عيطوا وقالوا لو كان تطلق هذا ما راكش حبيب قيصر، اللي يدير روحه سلطان يكون عدو القيصر. كيسمع بيلاطس هاد الكلام خرج يسوع البرا وقعد على الكرسي متاع القاضي في المكان اللي يتسمى البلاط وبالعبرية جاباتا. كان وقت التوجد متاع الفصح، كانت جويه 12 متاع النهار، وقال اليهود هاو السلطان متاعكم. هما عيطوا يموت يموت تصلبوا. قال لهم بيلاطس نصلب السلطان متاعكم؟ واجبوا رياس رجال الدين ما عندنا حتى سلطان من غير قيصر. سلمه لهم باش يتصلب. همالة اداو يسوع. وخرج وهو رافد الصليب للمكان اللي يسميوه الجمجمة واللي عيطولو بالعبرية الجلجثة. وتم صلبوه ومعاه زوج واحد اخرين، واحد من وواحد من ويسوع في الوسط.